السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري البنات لبس عليكم كنت تكونو تكونوا مزيانين وبأحوال جيدة اليوم إن شاء الله غدا نتقاسم معكم أفكار هكا ديال الوصفات أو الوجبات ديال الأطفال للمدرسة اللي هي أفكار اللي بسيطة جدا دابا كما لاحظتو في المكونات عندي في الفلا وبصلة غدا نقطعهم قطع اللي تكون متوسطة الحجم أو صغيرة وكنبغي نرحب بكم كاملين البنات والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناه كنتمنى انكم تضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش هكا تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد وهنا راه قطعت البصله والفلفله والمعطيشة غادا ندوز باش نحضر لي يعني غادا نوضع دابا زيت الزيتون في المقله كما لاحظتوا او الزيت العاديه اللي متوفر عندكم وهذا نضيف البصلة نشحرها مع الفلفلة والمطيشة يعني البنات هاد لي بات هادي ما فيها لا لحم لا يعني لا سمك لا حتى شي حاجه حتى التوابل راه قلالين يعني دايره غير الملح والفلفل فلفل ابيض وبودره الثوم يعني ما كاينش العطريه ما ديروش طماطم هكا الوليدات راه ما كيتحملوش العطريه باش المعده ديالهم تبقى مزيانه لانه كي يأكلوا معانا مره مره داكشي ولكن بحال الوجبات اللي كيرافقوا ترافقهم هكا او كيديوها كي مع المدرسه حاولوا نقللوا من العطريه قدر الامكان لانها مضره بالصحه مزيانه شنا حتى حنا الكبار الله يهدينا وصافي يعني ما كين شي وصفات ما, يجيوش زوينين الا ما العطريه مهم اه وضعت الماء على النار باش نسلق فيه آه لي انا كناخذ هذا النوع هذا اللي كيكون صغيور من الاحسن تبقاو تاخذوا بحال هذا النوع هذا كيكون زوين وحتى الوليدات كيزعموا انه ياكلوه الا كانت ديك لي كبيرة الكبيره بزاف ما كتجيهم شويه يعني الحجم ديالها كبير وكتشبعهم يعني كتكون فيها العجينه بزاف هاد الصغيوره هادي كتكون مزيانه وضف شوية ديال الملحة وشوية ديال الزيت باش نسلق فيه هاد هنا راها وجدات من بعد ما تشحرات ليا ديك البصلة مزيان والفلفلة والمطيشة وضفت عليها شوية الملحة والفلفل الأبيض وبودرة الثوم آه دبالت ديك المطيشة وداكشي عاد باش غسلت ليباط بالماء بارد وسقطرتها مزيان وضفت على هاد الخليط كتجي البنات رائعة 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 بزاف كاع كتجي يعني بلا عطرية بلا لحم بلا حتى شي حاجة كتجي هكا حتى في فشلاضة لينا حنا يعني كنرافقو بها الأطباق كتجي زوينة يعني بلا صوص كتجي عجيبة في المذاق جربوا البنات وردوا عليا الخبار واللي ما ولادها مثلا ما كيبغوش فلفله يمكن ليها تستغنى عليها ما تضيفهاش دير غير مطيشه والا ما كانوش كيبغيوها المطيشه يعني انها تبان ليهم ويحيدوها يمكن ليها تحكها يمكن لكم تضيفوا اي خضره نتوما بغيتو تضيفوا الجلبانه اي حاجه نتوما بغيتوها المهم هاد الطريقه راه سهله ويمكن لكم تطبقوها على بزاف ديال الخضر هادش بحال هاد الشكل هذا وقطعت الخيار دوائر والمطيشه كما لاحظتوا في الفيديو الاول ودزت خديت طاغتين هكا غادي نسرحو بالمدلك انا ما كناخذش الطاغتين الابيض كناخذ غير هاد الكري هذا اللي كيكون كي مستغيال أكيد كاين بزاف ديال الاطفال ما يعني اللي كتيا كتستعمل هكا التحت يعني الطاطين اللي كيكون عادي هكا ابيض ديري ليه نفس الطريقه تسرحو هكا بالمدلك باش ملي تبغي تروليه كيسهل عليكم وكيجي الشكل ديالو زوين دهنت طاطينه وحده بفيلادلفيا والطاطينه الاخرى غادي ندير ليها الزبده يعني غادي نحاول ننوع شويه هكا وشويه هكا وكان رولي آه تغطينا الأولى نفس الشي كندهن تغطينا الأخرى حتى هي بالزبدة وغندي لها الكونفيتير ديال المشماش والأولى درت لها فيلادلفيا ودرت لها الكونفيتير ديال ديال الفريز مهم هدي كفكرة كل واحد كلي كي كيبغي الزبدة ولا يمكن لكم ديروا الزبدة يمكن لكم ديروا الشوكولاتة داكشي كيبقى اختياري وغادي ندوز باش نوجد لي نوجد البواطه الاولى شوفوها معايا يعني كنحاول ننوع درت شويه ديال الخيار مطيشه الوليدات راه كيبغيو بحال هاد بحال هاد هكا ال الحويجات الخيار ومطيشه هادشي كيعجبهم واللي ما كيبغيش الخص يمكن ليه يستغنى لي عليه وحنا كل وحده فينا كتعرف وليداتها شنو كيبغيو غير التزيين الاطفال كيحبوا هكا الاكل اكثر درت شويه ديال السوريز آه هادوك لي طارتي اللي, اللي صايبت الاولين قطع ديال ديال الليمون هكا قطعتو آه شرائح ما ديروش على شكل يعني كبير قطعو حاولوا تقطعو هكا صغيور لان الفم ديالهم باش ما يلتهبش لهم من الجناب قطعو هكا قطع صغيره ليمون وندس باش نحضر البواطه الثانيه خديت طارتين يمكن لكم تدهنوا يمكن لكم ما تدهنوش انا درتو هكا غير حيت كي اللي ما حتى شي حاجه درت غير الفرماج هكا قطع درت جوج قطع ديال الفرماج كلكم تضيفوا الطماطم درت غير الخس والفرماج نت انا كن هنا صايبت هادشي بالليل هكا باش نوريكم غير افكار وهذا نقدم هكا في بواطه بواطه طارتين و وهذا نضيف اكيد الفواكه وهذا الشيء هكا به الطارتين هذا راه كتكون وجبه اللي تكامله لان الوليدات كييجوا للدار وكياكلوا عاود من جديد ونفس الشيء هكا درت جوج ديال البواطات لولادي درت يوغور درت هكا بواطه ديال الزبيب اللي ما عندوش هكا يدير غير واحد الساشيه ويخويها تما صيوره ودرت فرماجه مشماش وقطع ديال التفاح المهم فواكه اللي متوفرة عندكم البنات اكيد الكل كيكون كي عنده تفاح بنان ليمون العنب اللي كان المهم دائما كنخدموا المتوفر يعني هادشي اللي كنوريكم كافكار هذه الورطة الثانية اه او الثالثة ما عقلتش ودابا غادي ندوز باش ندير هكا الطريقه الثانيه هذيك لي طارتي اللي صايبت قبيله اللي درت فيهم الكونفيتير والفيلادلفيا والزبده دزت قطعتهم قطع والفرماج حتى هو نفس الشيء وخديت هادو البروشات او بحال الكيغدون اللي عندكم غير الكيغدون راه كافيين بلا ما تحتاجو ديرو بروشيط هكاك تيكون طويل وكديرو قطعة ديال الخبيز قطعة ديال الفرماج هكا الوليد كتعطيه الشهية انه ياكل داك الخبز لان انا كنلقى صعوبة بزاف خصوصا مع, مع ولدي يعني في عمرو تم سنين ما كيبغيش ليا الخبز يعني كنحاول ندير معاه حيل هكا باش ياكل ليا لان صعيب صعيب بزاف الحال وضعيف وما كيبغيش الخبز يعني هادشي كيمرضني انا صراحه ما كنحير ما كنعرف شنو ندير معاه كياكل كل شيء الفواكه كل شيء ومثلا لك الخبز كياكل غير داكشي اللي تيكون الوسط ديالو والخبز كي ما كياكلوش ومني وليت كنعرف كنقول ليها انت لما جيتيش ليا ولا ما قلتيش ليا راني نسولك هكا ما قلتيش ليا ماما راني كليت الخبز غادي نقولوها ليا في ليكول يمشي كيلوح حشاكم في لابوبيل الخبز <applause> وكيجي هكا كيقول ماما راني كليتو آه ولكن اكتشفت بلي ما الخبز لانني عارفاه ما كياكلش مني كان صغير هادشي في الماتيرنيل اما دابا عاود باقي نفس الشيء ودرت قطع هكا ديال الاناناس غير هما البواطات البنات اللي كيكونوا هكا فيهم بزاف ديال ديال الفراغات كينفعوا ما كتحيريش تكثري له حتى هو ما تشارجيش ليه الكارطابل ديالو بالبواطه تعمريها ليه يعني غير هكا خفافين وشويه شويه من الحاجه لان الوليدات راه ما كيضلوش النهار كامل يعني مع الثلاثه ولا الاربعه راه كاع تيكونوا في الدار يعني راه غادي نجي غادي نلقاو الماكله في الدار انا دائما كنحضر لهم الغداء معايا تقريبا هما كياكلوا اكثر مني بالنهار لانني انا <applause> كنفطر وبعد المرات ما كنتغداش حتى كنجيبهم وكنتغدى معاهم هي الوجبة ديالهم خاصة تكون يعني في الغداء خصهم يتغداو لأن وليدات وماشي بحالنا مازال الدماغ ديالهم كيتكون يعني خاصنا نحرصو على التغذية ديالهم أكيد التغذية اللي خاصها تكون سليمة ودزت خديت بواطات عاود درتهم بالماء وضفت أه هاد المعكرونة يعني حاولت نقسمها على بواطات بجوج يعني هذه كوجبة يعني تبارك الله راها كتشبع كما قلت لكم في الأول ديال الفيديو ما كينش العطرية ما كينش توابل يعني حاولنا نبعدو كل ما هو يعني حتى أنا لي صوصرة ما كنديرهم شلي مايونيز وكيتشوب وهادشي قليل ما كنديروش شلي مئلة لكن دير لهم شي ساندويش هكا ديال ولا هذا لكن ودرت عطيتهم هكا عصير جي دو يعني وندزت باش نحضر سندويش تاني انا ولدي هذاك اللي قلت لكم ما كياكلش الخبز كيعجبو السومو كندير هكا مع الخس وكندهن فرماج في فيها هو الاول وكندير الخس وعاد كندير السومو ودرت هكا شويه ديال لي فخوي السوريز والفريز واللوز كيعجبو اللوز بزاف يعني اللوز ما نقولش لكم هو اللي كنت قلت لكم في المو في اللي تقديت يعني اللوز ولدي كيحمق عليه كيعجبو البيستاش اللوز ما كياكلش غير الكركاع الاخرين ما عندهمش مع <applause> مع اللوز بزاف انا مني كنشوفو عزيز عليه كيعجبني الحال لان يعوض به شويه وكيعجبو هاد الفرماج هذا يعني كل سيده فينا كتكون عارفه وليداتها اشنو كيبغيو يعني دائما حاولوا تنوعوا ليهم ديروا شويه ديال المكسرات شويه ديال الفخوي سالاد الخبز كل حاجه منها شويه ومازال ان شاء الله افكار ومازال بزاف ديال الحويجات ان شاء الله نتقاسموا معاكم في بدايه السنه المقبله الدراسيه الى طول الله في العمر وكان هكا بعصير والماء اكيد ودرت شويه ديال فخوي والخيار ومطيشه حتى هما يعجبوه مهم هو كيبغي الحوايج اللي مهمه اما الخبز وهادشي ما كيعجبوش <applause> وكنتمنى البنات ان الفيديو يكون عجبكم والبنات اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلي لايك وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش ان شاء الله بقى هكا نتقاسم معكم الوصفات ديالي وزاد الحويجات ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر والسلام عليكم